Hello and welcome to the opening ceremony of the 2022 China Documentary Festival. This is an exciting platform where China meets the rest of the world and where everyone will have the opportunity to experience China through food, culture, and virtual tourism. More than 50 select films, which are among the absolute best CGTN has to offer, will be screened or streamed for a global audience. They include award-winning documentaries in English, French, Spanish, Arabic, and Russian. Around 100 global media organizations expressed interest in participating in the event. Now, the 2022 China Documentary Festival is organized by China Media Group and China's Ministry of Culture and Tourism. To start off, I'd like to direct your attention to a short video. الصين بلاد العجائب والغرائب بكل ما تحمله هالكلمتين من معاني. مستحيل أقدر أسرد كل اللي شفته خلال زيارتي القصيرة للصين في هالفيديو، راح أحتاج أيام عشان أقول لكم عن اللي شفته. خلال 33 يوم كل اللي قدرت أعبره على ظهر دراجتي النارية كان 11000 كيلومتر، مع أن هذا الرقم قياسي ما حد سواه قبلي. كل اللي قدرت أعبره 11 منطقة إدارية من أصل 34 منطقة إدارية تحتويها الصين. الصين تعتبر واحدة من الحضارات الأربع الأقدم على وجه الأرض. العديد من الاختراعات اللي نستخدمها حاليا من الصين، البارود، البهارات، الشاي، الملح الصخري، طبعا ما ننسى الحرير اللي تم إنشاء طريق الحرير من أجله. دخلت الصين من معبر كونجرا حدود الصين مع باكستان، طلعت منها إلى نيبال خلال معبر رسوة. المسلمين في الصين يبلغ عددهم تقريبا 20 مليون، وهناك 45 ألف مسجد منتشرة في جميع أرجاء الصين. راح أقول لكم عن بعض العجائب اللي شفتها. مجسم طفل الأرض في منطقة جانسو، المجسم مصنوع من تراب الصحراء اللي هو عليها. طبعا سور الصين العظيم، أول عجائب الدنيا السبعة اللي استغرق بنائه 2300 سنة. تم استخدام العيش أو الأرز اللزج في بناء الجدار. جيش الطين، أعجوبة العالم الثامنة. جيش الطين عبارة عن مجموعة من التماثيل المصنوعة من الطين، واستغرق الانتهاء من عمل هذا الجيش 40 سنة. شنغريلا، كلنا سمعنا عن فنادق شنغريلا، بس أنا متأكد إن ما حد شاف شنغريلا. ما في عدسة كاميرا ممكن تصور وتنقل لكم الجمال الحقيقي لهذا المكان. جيمس هيلتون كتب عن شنغريلا في روايته الأفق الضائع عام 1933. أتمنى كل التوفيق والنجاح للمهرجان الدولي للأفلام الوثائقية الصينية، وأشعر بالفخر كوني جزء من هذا المهرجان. عبد المحسن البغلي، دولة الكويت.